تعالوا مع بعض نشوف تقرير قرارات مجلس إدارة نادي الأهلي النهاردة ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وجمهوره الممتد من المحيط إلى الخليج. بسعد بصحبة حضراتكم خلال الدقائق المقبلة لتقديم جملة من قرارات مجلس الإدارة التي اعتمدها واتخذها اليوم في جلسته المنعقدة بالنادي الأهلي بالجزيرة الاثنين 22 مارس. الحقيقة إنه المجلس كالمعتاد يصادق دائما على الجلسة السابقة، وهي كانت الثالثة لهذا العام 2021، كما صادق أيضا على جلسة المكتب التنفيذي الممتدة في نفس الإطار. الحقيقة هناك موضوع مهم يتعلق بحرص النادي الأهلي على الامتداد وتشييد فروع على أعلى مستوى. حضراتكم متابعين موضوع التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة والفرع إن شاء الله اللي هيفتتح في هذا العام، وفي إقبال كبير جدا من الحقيقة أبناء مصر في عموم الجمهورية للتقدم بطلب عضوية لهذا الفرع. الفرع الحقيقة 70% من إنشاءاته هتخلص، وهي بتمثل قيمة المرحلة الأولى أو مساحة المرحلة الأولى. مجلس الإدارة النهاردة وافق على إضافة حمام سباحة للمرحلة الأولى، وده كان طبعا هدف ورغبة لأعضاء المجلس وأيضا للسادة اللي تقدموا بالعضوية. وزي ما قلت لحضراتكم أنه 70% من الإنشاءات بتمثل المرحلة الأولى، فانتهاء المرحلة الأولى بيعني الحقيقة أنه النادي قطع يعني خطوة كبيرة جدا في سبيل افتتاح هذا الفرع المهم في هذه المنطقة الحيوية. وبالحقيقة بهذه المناسبة حضراتكم فاكرين أن الجمعية العمومية أقرت في اجتماعها الأخير رسوم الاشتراكات والعضوية الجديدة، واللي هيتم العمل بها في 1 أبريل المقبل، يعني بعد أقل من 10 أيام من الآن. الجزيرة 750,000، التجمع والشيخ زايد 250,000. الحقيقة مجلس الإدارة حرص وبننوه الحقيقة على أنه أي شخص يود الانضمام لعائلة النادي الأهلي والحصول على عضوية النادي كعضو عامل أو أي من الفروع، إذا ملأ استمارة أو عبر عن رغبته من خلال طلب خلال هذا الأسبوع، حتى لو لم ينتهي من الإجراءات قبيل العمل بالإجراءات الجديدة، سيتم محاسبته بالأسعار الحالية اللي هي 175,000 للشيخ زايد، 200 للتجمع الخامس أو الخيارة الجديدة، و 500,000 للعضوية الكاملة للجزيرة ومدينة نصر وجميع الفروع. فإحنا عندنا فرصة الحقيقة للراغبين في الانضمام إلى عضوية النادي الأهلي، سواء عضوية فرع أو عضوية عاملة، إنه في خلال 8 أيام القادمين يقدر يتقدم للاستفادة من العروض المقدمة الخاصة بالأسعار القديمة، وأيضا في تسهيلات مع بعض البنوك الوطنية. العضو بيقدر يدفع مبلغ وبيتم تقسيط الباقي على 4 أو 5 سنوات طبقا لبروتوكولات مع عدد كبير من الجهات. أيضا مجلس الإدارة الحقيقة وافق كمان على تفعيل رخصة هدم استاد مختار التتش. حضراتكم عارفين انه في مدرج قديم اللي هو كان في المقصورة والدرجة الأولى، وطلع لهم رخصة هدم لخطورة هذا المنشأ والاستفادة من مكانه في إطار التطوير والتحديث اللي بيتم في النادي الأهلي. فمجلس الإدارة قرر تفعيل هذه الرخصة الخاصة ببدء الإزالة في المدرج القديم، وده هيتم بعد الحقيقة ما يتم استكمال فرش غرف الألعاب الجماعية في المدرج الجديد وصالات الألعاب الرياضية وخلافه. بمجرد الانتهاء من تأسيس وتجهيز هذه الغرف الخاصة بالألعاب الجماعية والجيم الخاص بكل فريق الحقيقة، هيتم البدء في عملية الهدم إن شاء الله. مجلس الإدارة أيضا وافق النهاردة على سفر الثلاثي أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، خالد بيبو مدير قطاع الناشئين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بناء على الدعوة الموجهة من شركة أمبرو لاختيار الموديلات الجديدة الخاصة بلبس الفريق الأول وأيضا قطاع الناشئين، ده بناء على التعاقد الساري مع شركة أمبرو أيضا هذا الموسم. كمان مجلس الإدارة الحقيقة وفي إطار خطة التطوير الإداري والقفزة التكنولوجية الكبيرة، وافق المجلس على توصية لجنة البت الخاصة بالممارسة المحدودة بشأن التعاقد على 1 من البرامج المتقدمة جدا مع شركة مايكروسوفت العالمية، شامل جميع قطاعات الإدارة المالية بالنادي ولتطويرها وميكانتها بشكل متقدم جدا الحقيقة،
في إطار حرص النادي الأهلي يعني دايما يأخذ الحقيقة بأسباب التقدم والوقوف على حافة ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا المجال. عندنا قرارين الحقيقة يتعلقوا بالإدارة التنفيذية. القرار الأول هو أنه مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة كان حريص على توجيه الشكر والتحية في آن واحد للأخ والزميل العزيز العميد محمد مرجان المدير التنفيذي عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي. المجلس الحقيقة أتمنى كل التوفيق والنجاح للعميد محمد مرجان في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية. هذه الشركة العملاقة والكبيرة اللي بيعتز النادي الأهلي بشراكته معها الحقيقة من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية، وهو مشروع ناجح بكل المقاييس، بيعبر عن حجم الشركتين الحقيقة أو المؤسستين، سواء النادي الأهلي بجماهيره وبتاريخه هذه المؤسسة الكبيرة العريقة، أو شركة استادات الوطنية الحقيقة بكل شركاتها التابعة، وكمان تطوير قناة النادي الأهلي واستاد الأهلي والسلام وغيره من التعاون المثمر والكبير بين النادي الأهلي وشركة استادات. الحقيقة أنه هذا القرار أيضا فكرة استعانة بأحد أبناء الأهلي المخلصين في هذه الشركة هو فلسفة وترجمة وانعكاس الحقيقة لحجم هذه العلاقة المتينة والشراكة الممتدة بإذن الله. صحيح أنه قرار المجلس جاء في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمود فهمي أنه الجمع بين المنصبين في النادي المدير التنفيذي وأيضا نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات في وقت واحد بيكون فيه تعارض للمصالح، فضلا عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي، والنادي الأهلي حريص على أنه لا يخالف أبدا لوائحه الحقيقة أو قوانين الرياضة المنظمة في هذا الأمر. الشاهد أنه محمد مرجان ابن من أبناء النادي الأهلي لاعبا وإداريا ومسؤولا ثم مديرا تنفيذيا للنادي لمدة 3 سنوات، أنجز فيهم الحقيقة مجلس الكابتن محمود الخطيب العديد من الإنجازات غير المسبوقة، أدى هذه المهمة بإخلاص، انتقل إلى شركة استادات الوطنية ليعمل نائب رئيس مجلس الإدارة. كل الأمنيات الطيبة للصديق العزيز والأخ محمد مرجان بالتوفيق في مهمته الجديدة إن شاء الله. قرار تاني الحقيقة لاحق بهذا القرار هو أنه مجلس الإدارة قرر تكليف السيد الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي، واحد من أقدم الأعضاء الحقيقة والمشهود لهم بالكفاءة، أن يقوم بأعمال المدير التنفيذي متطوعا وبدون أجر حتى اختيار مدير تنفيذي جديد، لأنه طبعا ما ينفعش يبقى المكان شاغر. فمجلس الإدارة ارتأى تعيين أو تكليف الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة قائما بأعمال المدير التنفيذي لفترة تنتهي بتحديد أو باختيار مدير تنفيذي جديد طبقا للإجراءات. ده كان كل اللي عندنا النهاردة. كل الأمنيات الطيبة للأستاذ إبراهيم الكفراوي في هذه المهمة، مهمة بتضيف إلى أعبائه كعضو مجلس إدارة وبالتأكيد أعباء أخرى، لكن دايما أبناء الأهلي حاضرين، فبالتوفيق لإبراهيم الكفراوي في هذه المهمة. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ودائما الأهلي في المقدمة.